أنا حاضر. ولد عم مصطفى. وأنا إيه طمني؟ ما جايز تكون من طرف اللي قتل مصطفى. مش بدك ياني سويه؟ إديني بطاقتك. مصطفى سعيد سليمان أبو صالح. قلت أفكرك بالاسم لتكوني نسيتيه. مصطفى الله يرحمه ولد عمي على طول، والكلام اللي قلتيه كبير مش سهل. القتل كان بيننا ما حدش شافه. ما شفناه بسبب أخوكي. أخوكي اللي اتهم مصطفى وأثبتها عليه. خلانا نطرده ونشمسه من العيلة. إحنا غلطنا. ودفعنا الثمن غالي قوي. مش يثبت ان اللي بتقوليه هو الصح؟ ان انا فهمته انك بتتهمي راجلك. حسبت لك باي طريقه. بس لو طلع كلامي صح هتعمل ايه؟ لا تشيلي هم. الخفيف عليكي والثقيله علي بريحك منك.